الأمن الرياضي ده حاجه موجوده بره من سنين كتيره، وهي مدرسه معينه. المدرسه دي انا اشتغلت مع جميع انواع المدارس بتاعتهم، تشيلسي، مانشستر سيتي، روما، ليفربول، ريال مدريد، منتخب الارجنتين، منتخب المكسيك، منتخب البوسنه. انا اتعلمت من الناس دي كلها هي بتتعمل ازاي. كنت منظم ماتشات للاهلي، كنت بعمل لعيبه. ففي خلال الموتوشه كان اجيري بيتابع من المقصوره، ساعات كنت بطلع ما بين الشوطين اجيب قهوه او اجيب ميه، فكنت بلاقي الجهاز بتاع المنتخب كنت بسلم عليهم عادي. فانا كنت اجي اسلم على الراجل الاقيه بيقول لي انت انا متابعك، انت بتعمل شغل كويس، وانا بتكلم شويه اسباني وهو بيتكلم اسباني. فكنا كتير بنقعد نتكلم ونهزر لحد بطوله امم افريقيا. جالي تليفون من المهندس قبل هيطه، فكان في بطوله هتتلعب في مصر، فكان اسمي من المرشحين ان اكون مسؤول امن لمنتخب مصر، اول مسؤول امن لمنتخب مصر، عشان ما كانش في مسؤول امن قبل كده في تاريخ منتخب مصر. بس هو الموضوع مش تامين بس، هو الموضوع داخل في علاقات عامه، حقوق رعايه، تنظيم قبل التامين. هو مفيش حاجه اسمها حارس شخصي، مفيش حاجه اسمها بودي جارد، هو في حاجه اسمها مسؤول امن فرقه او منتخب. مسؤول امن فرقه او منتخب المفروض ليه مانيوال وليه مدير في الكاف، مدير امن الكاف بيعمل ندوات، وركشوب، مكانك فين في الملعب، في الطوارئ بتتدخل ازاي، اسمه كريس، الحدود بتاعتك فين، وقفتك تبقى فين، تروحش تقعد على الدكه، المفروض مكانه عند الباب بتاع النفق او مع اللي بره القايمه، هو اللي بيختار. يعني في البطولات الكبيره، في بطوله امم افريقيا ولا كاس العالم ولا الحاجات دي، الملعب ليه المسؤولين الامنيين بتوعه، فانت بتسلم خلاص، انت الوظيفه مش بتاعتك، انت الملعب ده ايه؟ بتاع المسؤولين الامنيين. يعني انا في ماتش كان جنش، لما جنش في المنتخب كان مصاب، في ماتش انا كنت ماشي جنب جنش في الملعب، ما انا خلاص بقى انت، انا سلمت الفرقه بتاعتي واللعيب بتاعي للمسؤولين الامنيين اللي في الاستاد اللي هم منظمين المباراه، فانا كنت ماشي جنب جنش بس مش لازق فيه. يعني كنت ماشي كده بزاويه عشان ما اطلعش في الكادر والناس، يعني انا وظيفتي اخلي الناس كمان تعرف تصور صوره نظيفه. هو اللعيب بس، هم جايين يصوروا اللعيب مش جايين يصوروا حد معايا. لا طبعا هو منظر مخالف لقوانين الفيفا والمطوشه، ده عن علم مش كلام كده، عن حاجات حصلت معايا كتير ولوايح انا عارفها. في حاجات كتير جدا غلط في الموضوع، مش بالطريقه دي ومش بالاسلوب ده. يعني اقول لك ابسط حاجه، ممنوع دخول اي حد ببنطلون جينز ارض الملعب. سيبك من اللي حصل هنا في مصر، هنقول مثلا مثال الخناقه اللي كانت مع كروش لما الحارس الشخصي كان لابس تيشيرت المنتخب ونزل الناس كلها شافته. طب لو كانت اللعيبه زقت صلاح، خناقه ارض ملعب عادي، مش خناقه، تشابك لاعبين مع بعض، كان ايه اللي حصل؟ كان هيضرب حد من البنيه، كان هيزق حد. طب لو كانت حصلت مشكله كبيره، ما انت هتزق حد، اللعيبه هتيجي تزقك، هتضرب حد، اللعيبه هتيجي تضربك. البيان مثلا اللي نزل، هم بيعترفوا ان هم اللي جايبين الزملاء الاعزاء الافاضل، انا ما فيش حاجه بينهم، دي ناس محترمه. بس انت دلوقتي عندك اعتراف رسمي ان اتحاد الكره اللي جايبه، ورقي وفيديو. الورق البيان، الفيديو اللبس. فانت دلوقتي لو في مباراه والحراس لابسين لبس المنتخب وايدي المنتخب ومكتوب اسمهم في الكشف ان هم من ضمن الجهاز، وحصل مشكله ما بين فرقتين وحد فيهم ما كانش عنده ضبط نفس وضرب لعيب من الفرقه الثانيه، والفرقتين ضربوا بعض، مش في عقوبات وخصومات هتقع على المنتخب، ولا المنتخب هيطلع يقول دول مش تبعي مش معانا؟ هو بقى المشكله فين؟ اساس المشكله مش عند الناس اللي مش معصبه، اساس المشكله في التنظيم بتاع المباراه. ما انت لو مفلتر عدد الناس اللي في الملعب، لو عارف الناس اللي في الملعب، انت مدي الاي دي للناس الصح اللي تبقى موجوده في الملعب، لو الناس عارفاك وانت عارفهم، لو حاطط الحواجز اللي هي الشريطه صح، لو مقفل المخارج والمداخل، لو علاقتك حلوه بالناس، لو الناس عارفاك وانت عارفهم، لو عارف حدودك وحدودهم، انت بتبقى مدي الراجل مساحه ماشي بزاويه من على بعد. لو واحد اسمه محمد داخل عليه انت من بعيد، يا محمد ارجع، مش هينفع، مش دلوقتي. احنا الوظيفه في ارض الملعب او في المطوشه مش ان احنا نتخانق، مش ان انت تعمل مشكله، انت وظيفتك ان لو في احتكاك، يعني رقم واحد الاحتكاك اللي بيبقى في الملعب ده بتاع الملعب،
ده بنشوفه في جميع انحاء العالم ممكن تتدخل فيه بس بحدود ان انت بتحوش عن فرقتك بتحجز على فرقتك بتاخد لعيبتك ترجعها ورا. هو صراحة اتكلم في الموضوع ده قبل كده في فيديو. هو صراحة مش طالب ليه، هو مش عايز حال الشخص ليه، هو عايز امن رياضي منظم، يعني امن رياضي ينظم للفرقة دخولها وخروجها، يوفر لهم الهدوء، يخليهم يعرفوا يناموا في المعسكر محدش يروح يخبط عليهم، يوفر لهم حتة يقعدوا كاصحاب ولا كلعيبة يتكلموا مع بعض ويهزروا مع بعض.